السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي دايرين الخوت؟ بخير عليكم، كلشي مزيان، الاحوال ما كاين ما يشوش، الله يحفظكم. اليوم ان شاء الله عاوتاني يوم جديد، يوم الاحد باذن الله، كاع ايام الله عز وجل زوينه. اليوم الاحد باذن الله نطويج ما نطويناش، يعني داكشي قليل، اصلا داكشي قليل. الحمد لله درنا الخوت كيف لاحظتوا البارح، درنا التدريب ديال 120 ديال حد السوالم ولله الحمد، يعني الحميمات راه دخلوا مزيان، الا واحد البياسه اللي كانت تعطلات، ماشي مشكل. بعدا راه جات نيت البارح، نيت في نهارها واحد الشنبوره جا في نهار ونيت البارح، الحمد لله هذا ما كان. بالنسبه للخوت للسباق ديال الشاطئ الابيض، على ما اظن وعلى ما سمعت والله اعلم، ثلاثه الحوايج على ما اظن وعلى ما سمعت وعلى والله اعلم، انه قال لك خليو حتى الاسبوع الجاي. فاش كانوا كيديروا هاد الناس، فاش خاصهم يديروا لنا الراحه ما بين الفيتاس، مرحله السرعه، عندك تعطي على المعلفه مرحله السرعه ومرحله نصف الطاول، كان عليهم يديروا لنا الروبو ديال الاسبوع، ما كيديروش. دابا هما يتقلبوا كيف قلنا الصابونه، هما داروا زليقة عباد الله، تلقوا هاد السيمانه وتولعوا ودخلوا حميمات، فهمتي. تحيه الناس ديال سوس البارحه، الخوت فيدرالية ديال سوس تلقوا الداخله، عرفتي الداخله فين جات الداخله؟ الداخله راه لتحت ديال الخريطه، ما بين وما بين موريتانيا ما كاين والو، تلقوا الداخله الناس ديال سوس، الناس ديال طنجه دخلوها في نهارها، الناس الفيدرالية ديال زعير ولا ما عرفتش شنو سميتهم، اللي تلقوا نهار 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 السبت دخلوها في نهارها، دخلوها بكري. الناس ديال اكادير ما عرفتش شنو اللي لعبوا، دخلوا مع الجوج، دخلوا الحمام مع الجوج، يعني من الجوج حتى للمغرب ما تجي يمكن ما الحمام دخل الخوت مزيان. يعني اللي بغينا نقولوا بان هذه الفيدراليه الوطنيه المكتب ديالها مكتب فاشل، انا من عندي انا، وكل واحد كيعبر على الراي ديالو، يعني في الحقيقه كل واحد خاصو يعبر على الراي ديالو. شنو هي الرجوله الخوت؟ الرجوله تكون عندك واحد، اول حاجه واحد الشخصيه، راه كلنا رجال، وانما الرجوله بمعنى اصح خص تكون عندك واحد الشخصيه، تكون انت تكون كتشد بزمام الامور، يعني انت تكون بديك اللعبه لا عاد جلول راه الشاكوش محلول، سالات الحفله لا، يعني تكون عندك واحد الشخصيه، تكون عندك واحد الشخصيه قويه، تكون انت كتعرف، انت كتجبد واحد الامور اللي كي غادي نقولها، ما عرفتش كي غادي نقولها، ما علينا. اللي بغيت نقولو بان حيت شحال واحد كيخاف بحال الا الفيدراليه راه هي ما عرفتش شكون غادخلوا للحبس، الفيدراليه راه زيرو. هاد الفيدراليه الوطنيه التسيير ديال هاد السنه ما تولعناش في الطاويل، والطاويل ممتاز بجوج، الطاويل والطاويل ممتاز. العام اللي فات تولعنا مع اتحاد السلاوي، والله العظيم الا تولعنا مع اتحاد السلاوي، ديكلارينا ودخل الحمام وكلشي ناشط وفرحان والامور داز طيبه. هاد العام سبحان الله العظيم، اجي تشوف شوف مع من غادي يتلاقى مع اخته، هاما راه الخوت هادو جوجه، والله ما نكذب عليكم، واحد الجوجه نقدر نوريها لكم، عندي لهي الذكر صور مصور مازال، الذكر عندي طوبي، الذكر طوبي ونتواد فليا راهما عندي لهي، هادوك كنحط لهم البيض، كانوا بيضوا فرخوا، قلت هما اصلا ولاد الحمام اللي كان ديكلاري بيه، وكنحط لهم البيض، قلت انا ناخذ منهم جوج بيضات، خديت منهم جوج بيضات قلت نفرخهم، طلعوا لي هاد جوج ولاد هما هادو بجوج، طلع لي طوبي ودفليا، والله الا هما غاديين معايا. والحمام شريناه بالثمن، شرينا الشنابر بالثمن، عطاونا عباد الله، ها هما حمامنا حنا، حمام اللي فرخنا حنا، والله العادي ما هما بجوج بيهم اللي فرخنا حنا. يلا الخوت كيف قلنا الحمد لله غادي نطلقوا الحميمات، نتولعوا نساو دوك الناس الله يهديهم، هادشي نقولوا حنا. شوف كيف ما كان الحال الخوت، ما نبغيش لهم شي حاجه خايبه، لانهم اناس، يعني بنادم عندهم امهم وكان امهم وباهم، عندهم خوتهم كياكلوا الماكله، الخبز كياكلوه، ما نبغوش لهم المضره، كاع الناس ديال الفيدرالي والله ما نبغي لهم المضره، واخا كعاو معانا وخرجوا علينا وداو لينا رزقنا وكلاو لنا رزقنا، نقول لهم الله يسامحكم، هادشي اللي نقول لهم. من الرئيس الى اخر صبي اللي كيمشي معاه واللي كيمشي في الكاميو اللي ما تهلاش لنا في الحمام، الله يسامحكم كاملين، هادشي اللي نقولوا. راه حيت تعديتوا علينا، انا كنهضر من قناه الفرات جمال، تعديتوا علينا، ديتوا لينا فلوسنا ومرضتونا، اقسموا انا مرضت، انا والله العظيم الا النفسيه ديالي مريضه، والله العظيم النفسيه ديالي مريضه بالحمام، ومرضتوني في هادشي هذا مرضت. يلا تحياتي لكم،
لا تقطعوا الخوت ان شاء الله سوف يتم اطلاق الحمام. غادي نطلقوا الخوت الحميمات ان شاء الله يطيروا. والماكله اللي غادي نعطيهم بينوا لكم الاكل اللي غادي نعطيهم، غادي نعطيهم ديبيراتيف، غادي نقوي لهم الشعير، لان كيف قالوا هذا الاسبوع ما كاين والو، غادي نخفوا الحمام نمشيو لهم بالريجيم، من بعد عاد غادي نعطيهم السبور باذن الله. خوتي بنتي كيف كنعرف كنتي واختك الا تلاقيتكم في ميريكان واش نعقل عليكم ولا لا؟ غادي نعقل عليكم، غادي نعرفكم حيت بناتي هادو ولادي. بغيتي تعرفي انا نوريك بلاتي، بغيتي تعرفي باش عرفتهم خوت؟ ها انت هاد الكاش ديناه، ها انت واش ديناها؟ ها انا بنيتي اجي تشوف، شوف شوف هذا شحال الاخر ديالو؟ 14. ها 14 الاخر ديالو، ها النتوى شوفي يا بنتي شحال الاخر ديالها، شحال هذيك؟ 15. صافي 14 15. خوت ولا ماشي خوت؟ هادو خوت بجوج من طاجين، جوج بيضات بجوجهم خوت، والحمد لله الخوت. وكيف قلنا هادو قالت لي بنتي باش عرفتيهم بخوت، كيف قلنا الخوت هادو ان شاء الله ما كيد والله تنوريكم والديهم، فكريني في والديهم نوريهم والديهم. يلا الخوت ان شاء الله سوف يتم اطلاق الحمام باذن الله على بركه الله. بسم الله بسم الله، يلا سير يلا الخوت ان شاء الله حنا غادي نوريكم دابا الوالدين. هذا الخوت هو 02، هذا هو اللي هذا حاصل عده انجازات. الذكر هذا 02، هذا ولد الذكر ديال عصام 36 مع نتوى ديال الحاج نعمان. هذا حاصل على عده، هذا راح بالسوق ديال السرعه ونصف طاوله الذكر. هذا ها هو هذا ديال السرعه ونصف طويل، راني حبسو حيت لي الباك مانيتيك باش ما يزعمني الشيطان. انا نوريكم الوالدين، انا الخوت دوك الجوجه اللي قلت لكم ما ضاعتش، يعني لعبنا بها الفيتاس حتى لدابا نتو اللي ما لعبتش بها هذا المطلق اللي فات، يمكن لا لعبات المطلق اللي فات لعبات ونتو التدريب اللي ما لعبتش التدريب. هذا هو الاب ديالهم، هذا هذا هو الاب ديالهم. حبس حبس حبس، شوف عوينه باينه مزيان. قريه هذا هو، هذا هو الاب الخوت. شوف تخن في راه قداش تخن فرق، هذا راه 2015 ها هو. اجي تشوف واش هذا عصبه الغرب، هذا عصبه الغرب الخوت 2015. الذكر هو هذا الجني واحد ديالو، الجني واحد ديالو الخوت. هذا هو الذكر، انا نوريكم الانثى. وسبحان الله العظيم الخوت عاطيين، عطاوني جوج بيضات بحال الاب بحال الام. والله لا هي الام، هاي هاي الام، الام بحال بنتها والاب بحال. اه هذه هي الام، الام جايه دفليه وعاطيه دفليه، سبحان الله العظيم. هاي الام هذه 2012 الخوت، انت اجي تشوف هذه راه فيها دوبل باك، هذه راه فيها دوبل باك، هذه 2012 هذه نتوا هاي. وسبحان الله العظيم والله الا الوليدات ديالهم هما بجوج بقاو معايا، ما كاين فري فري الحاجه اللي كتحقرها كيقول لك العود اللي كتحقرو كيعميك. هادو والله الا كنت كنحط لهم غير البيض، هادو هادي ما مزيوداش عندي، ما نكذبوش على الله. بغيت نقول لكم انا صايم اليوم، راه ما صايمش اليوم، عيد الفطر عندي. كيف قلنا هادي ما مزيوداش عندي بالعربيه، هادي غير شادها، ما نكذبوش على الله، حيت الا كذبت انا اللي غادي نتعاقب. هادي غير شادها، هادي جات عندي وكنت شديتها وطلقتها. هادي راه فيها باك 2012، شديتها بيجونو شنبوره وطلقتها ديك الساعه في 2012، طلقتها ما بغاتش تمشي، بقات جالسه مع الحمام، ما بغيتش نحرمها، خليتها جات عندي. انا ضيف الله ما كنحرموش، خليتها عندي. الذكر مزيود عندي، الذكر ديالي مزيود عندي 2015. هادي هاد الاكل هذا، هاد اللعيبه بالنسبه للخوت، هاد اللعيبه الشكل ديالو بحال الكروكيت. اه بالنسبه لهاد اللعيبه هادي راه هضروا معايا بعض الاخوان، هذه الخطره ما كيتعطاش داكشي اللي عطيت انا. هذه كاين اللي قال لك اللي كيعطي الكوكسه ديالها غاليه على ما يقال، انا ما نكذبوش على الله جاتني غير كادو، ما نكذبوش على الله الخوت. هي الدفليه هي الاولى هبطات، الدفليه الخوت هي الاولى اللي هبطات. هذه كيف قلنا الخوت هذه راه جاتني ها هي كالسيوم ولا ما عرفت شنو هي،
كالسيوم ولا شنو هي. هذه راه جاتني غير كادو هذه، واللي كتعطى فيها معلقه صغيره للحمامه، يعني راه مجهده على ما يقال والله اعلم. وداكشي اللي كاين راه جبدوا لي الطريقه ديال الاستعمال ديالها، كتعطى معلقه صغيره للحمامه وحده، معلقه صغيره للحمامه وحده، يعني راها مجهده وزوينه في الخدمه. وكي قال لك اللي كيخدمها في الكورس قال لي راه كتماصي الحمام وكتقعد الحمام. ها هما الحميمات باقيين طايرين كيف كتلاحظوا الخوت، اجيو من هنا باش وبالنسبه للغراب الخوت ان شاء الله هي الكرتونه وجدناها، الغراب راه هو باقي بلاتي، الكرتونه ها هي وجدناها، خليكم معايا الغراب ها هو. راه سبحان الله العظيم الوحيد الخوت اللي كياكل اي حاجه، عطيته الكازاير. ها انتم اجي تشوفوا، انا نعطيه دابا الكازاير وشوفوا واش غياكلها ولا ما غياكلهاش. واخا انا محتاج الكازاير، ما بقاتش ليا كازاير، ما بقاتش. انا نعطيو الخوت هذه السبور، انا نعطيو السبور بالجلبانه بلاتي. بقيت تما كفاطيم الزهراء، بقيت تما كهبطي. ها انتم الخوت، الحميمه تما بداو يهبطوا. حنا درنا لي هذه باش ندرقوا، راه عطيه لامي هذه ديالو الخوت وكنعطيه ياكل، عطيته البيض. ها انتم شوف ها الكاز الاخر عيد باش يتم شويه. ها السبور بالجلبانه، ها انتم ردوا البال. الحميمه تهبطوا الخوت، الحميمه تما هبطوا، الحميمه تما هبطوا. انا الخوت ها انتم شوف، شوف كي غيدير ليها، شوف كي غيدير ليها. هو تياكل، هو تياكل الخوت، هو تياكل، هو تياكل، كيهزو كيحلب. بقاي في غاده يلا. انا الخوت كيف لاحظتو، زومي زومي بشويه بشويه، ما تقربيش ليها، كيتخلع كيتخلع. كيف قلنا الخوت راه كياكل اللي عطيتيها ليها انتم. شوف 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 كي غيدير ليها، هو تياكل. ها اللي قلنا، 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 ها اللي قلنا. شوف 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 الدرع الحمراء هزه، ها اللي قلنا. شوف شوف خلي ياكل، اجي بحالك. هذاك هو الطير الوحيد اللي قالوه، سمعت هذه القضيه بان الطير الوحيد اللي كياكل كل شيء، اللي حليتي عليه فمك كياكلها، هذا الشيء اللي سمعت. وفري الخبز، عطيته الخبز كلاه، كلا البيض، كلا اللحم، كلا هذيك الحمامه اللي كانت ماتت عندي، دخلت لي راسها ما نكذبش عليك، هذيك سابقه جديده مع كاتب لوحه تماك، دخلت لي راسها، شد العنق ديالها كله نقاه من اللحم، والله الا خلى غير السنسول، قسما بالله الا خلى غير السنسول، يعني كياكل. عطيته التخليطه الحبوب كلاهم، الحمد لله الذكور ما غادي يهبطوا ان شاء الله، ما بقى حتى شي حاجه قليله. ها ما هبطوت الباقيه، باقي ذكر واحد الخوت ان شاء الله. ودابا التدريب الخوت اللي كنديرو كلهم كنديرهم غير في الخاوي، هادشي اللي كيبان ليا. دخل 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 دخل. بالنسبة للأكل أجي تشوفوا الأكل اللي عطيه للحمام، عطيناه الكازاير وزدنا ليه الشعير بزاف. ها هو مازينا ليه الشعير، باقي عندي واحد شوية ديال الشعير. واخا واكلوا الرامود، الرامود ها الرامود ماشي مشكل، يعني حاجة كتكون فيها الرامود فيها الغبرة ما كاينش الإشكال. أجي بنيتي أجي. اليوم الخوت إن شاء الله بإذن الله، إن شاء الله الخوت بإذن الله غادي نعطيو اليوم داك الدواء ديال الجهاز التنفسي، راه كنت عطيته ليهم وبحال نقولوا حبستو. والماكله الماكله الماكله نحاولوا ما امكن نقصوا اليوم الاكل، حتى نسمعوا بانهم غادي يوجدوا لنا الحمام، نحاولوا ما امكن نقصوا اليوم الاكل باذن الله. نعطيهم غير شي حاجه قليله، واخا ما نعبروش نعطيهم غير شي حاجه قليله. حنا صلى الله يجعل البركه، لان اصلا العدد قليل ديال الحمام. دخل دخل دخل. كيف قلنا الاصل نيت حمام قليله الخوت. الحمد لله والشكر لله. خليوا الخوت الحميمات ياكلوا، واجيوا الخوت نخلطوا لهم الدواء، نخلطوا لهم واحد المعلقه ديال داك ديك اللعيبه ديال الجهاز التنفسي ديال الكنكر، يعني ديال التريكومونوز ان شاء الله، وغادي نعطيهم يشربوا الدواء باذن الله. تحياتي لكم، وكيف عاد الله يحفظكم. الدواء الخوت هو هذا، زومي يجي لعندك وخليه باش يقراوه، هذا هو الدواء. قراي داكشي مكتوب فيه، سيلودوكس. هذا الاسم ديالو الخوت، تيلودوكس، تيلودوكس سبيسيال ميكس في انديكاسيون. قال لك اورنيتوز، راكم عارفين الاورنيتوز هو التنفخ ديال الودنين، وعندك الميكسوبلاز ميكسوبلامو ميكسوب
لازموز موزي بيكسو بلاك بلاك عرفتي يعني ديال بحال تقول السدر النهجة بحال تقول الشخرة بحال تقول بحال كوك على مدار ريسبيراتوري عاد بروبريم اند كانكار يعني تريكومونز يعني تريكومونز راه زوين هذا زوين الدواء هذا على ما يقال والله اعلم انا درنا غيطروا الخوت ديال الماء غادي نديروا نص معلقة ديال هذا نص معلقة ما نفوتوهاش هو هي نص معلقة الله يجعل البركة صافي وغادي نحركو نعطيو للحميمات كيف قلنا عطيناهم الشعير غادي نحاولوا ما امكن اليوم وكلتو مره واحده باش غدي يجوعوا عندي باش نحاول الحمام نجوعو بالنسبه للحمام اللي طلقنا الباحه الخوت راه ما اتصل بيا حتى شي واحد هادشي اللي كاين راه ما اتصل مولاها ما اتصلش بيا داك اللي على الباك مانيتيك نمره التليفون وانما هاد الخطره الجايه ان شاء الله باذن الله الخطره الجايه ما نبقاش ندير نمره التليفون كنوعدكم وعقلوا عليها الخوت كنوعدكم الحمامه طيح عندي كيف ما بغات تكون نوعها ما غاديش ندير فيها نمره التليفون كيف غادي نشدها غادي نطلقها لان كاين شي وحدين ما تيبغيوش يتصلوا بحال تقول لك كيبقى فيه الحال علاش حمامتي تشد راه الحمام كله كيتشد راه عاديه الحمام راه عادي يتشد يعني راه ماشي شي ويلي على التعبئه دابا راه 5 دراهم بنتي ولات بنادم تيهضر بها عرفتي شحال تيهضر بها 5 دراهم هو الويفي يدخل يدير لي كومبوزي ديك النمره اللي لقى تماك غادي كومبوزي عنده يكتب ليها السميه يدخلها عنده مثلا ويدخل الواتساب ويصيفط لي اوديو في الواتساب صافي انا ملي غادي نقرا الواتساب ديال عباد الله ملي غادي نقرا الواتساب ديال عباد الله غادي نجاوبو من طبيعه الحال هذا ما كان يلا الخوت الله يرحم الوالدين دابا ان شاء الله كيف العاده حميمات هما كيشربوا هاد جوج الخوت هادو خطر عندي الله مبارك هاد الانثى هاد الانثى الطوبيه هادي شتي كيداش هاد النتو هاد الذكر هذا هادو راه زوينين عندي بزاف كاع هاد الجوجه وباغيهم يفرخوا ليا هاد العام هذا شتم تعطلوا في البيض بزاف طلقتهم هنا حيت كانوا كيفرخوا هنا عند الشجنه ديال الذكور وطلقناهم هنا في الشجنه ديال الذكور والو وكنعزلهم بوحدهم والو ما عرفتش كيفاش ندير نجاوي غياكلوا غير هاد الشعير هذا لان ما غاديش نزيدهم مازال سير ادخل اونتري 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 زيد اوليدي زيد زيد نخليهم الماء الخوت باش يشربوا غادي نطلقهم ضروري يطيروا ما عدا الخوت غادي نعزل دوك الوليدات السته دوك الوليدات السته الصغار غادي نعزلهم هما الاولين عاد نطلق الحمام على بركه الله غنطلقوا الاناث كيف العاده شنابر يلا الزغلي 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 كلشي طار كلشي طار كلشي طار كلشي طار صافي كلشي طار الحمد لله علاش دابا دوك الزغلي ولاو كيشدوا الخوت مع الحمام هاما الزغلي ولاو كيشدوا مع الحميمات باش دابا كلشي ولا بدا يطير مزيان باذن الله وكلشي باذن الله كلشي باذن الله انا الخوت هما غادي يتلاقاو هما غادي يتلاقاو كاملين دابا حتى دوك الشنيبرات الصغار غادي يتلاقاو دابا غادي يتعلموا ويبداو يهزوا ان شاء الله هما واللي كيبان ليا الخطرة باقي لحد الساعه ما شفت حتى شي واحد بانه بان بين راسو ذكر اللي غادي يبان ذكر ان شاء الله راه غادي نعزلوه باذن الله هادشي اللي كاين يلا الخوت نتولعوا شويه في الحميمات اجيو معنا كيراوغو هما شتي كي كيدير لهم حتى هما كيبغيو يشدوا معاهم لاحظتي ها هما ما كيمشيو لعندهم وتيقلبوا عليهم هما عزلوهم ولينا دابا هادي يبداو يديروا لهم بحال هكا غداو بعدو عاوتاني غدا عاود يدخلوا معاهم دابا راه كاينين تماك شحال كاين جوج ديال الاولاد هما شادين معاهم جوج ديال الاولاد راه شاد صافي ولا هما كيتعاتقوش ولا ملي كيراوغو معاهم هادو تابا غدا انت يومين عطيك يومين يوليو يبداو يشدوا معاهم يومين تعزلوا الخوت واحد جوج وليدات اللي تعزلوا ديك الشنيبيره الاخرى اللي كنا قلنا كنا شجنا ما كناش نطلقوها تشمش ها هي معزوله هي ها هي جايه ها هي جايه هيا مع هذا هما جوج زغاليل هنا اللي خرجوا من الفريق المجموعه هي جايه والخطره باقي واحد الامل كما اقول دائما باقي واحد الامل في المطلق ديال بكرة ولو تبان لينا غير حميمه ولا جوج راه باقي واحد الامل لان كندخل ديك المجموعه ديال الشاطئ الابيض اللي دايرين على ود الشاطئ الابيض ديال الفيدراليه كندخل المجموعه شوفي الحميمه تشد ليا الحميمه بنتي الحميمات انا راه طلعت لهم في الراس كيف قلنا كندخل المجموعه ولله الحمد كل مره كنلقى راه دخلت حمامه مره كنلقى شي واحد فرحان وكيقول لك مبروك عليك ما مبروك عليك
وواحد شنو سميتو؟ شنو سميتو هذاك؟ ماشي الرئيس بوراس ولا الرئيس بحال هكا؟ ها؟ الدرس 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 الله يرحم لك الوالدين الله يحفظك. الدرس الدرس الاخ الدرس هو اللي ديكلارا اللي جاتو شي بياسه ديال بكره الاخ الدرس واحد فيليا محروقه. مبروك عليك خويا الدرس، مبروك عليك من هذه القناه كنقولها لك، مبروك عليك الحمد لله. ما دخلوا معاهم الوليدات، ما دخلوا معاهم بجوج دوك الوليدات الخوت، ما دخلوا مع الحمام الحمد لله. ونتمنى والخوت تفرحنا، بغينا نشوفوا شكون هي هذا الحمام اللي باقي عندها قوه التحمل وباقا مسكينه تشدي ليا غير الحمام. انا راه طلعت لهم في الراس. كيف قلنا الخوت كنشوفوا شكون هي هذه الحمامه اللي باقي عندها قوه التحمل وانها صابره في الخلا، يعني راه اوبليجي ضروري باذن الله. كنقولوا كل شيء باذن الله الخوت، راه ماشي انا اللي كنحكم، الله عز وجل اللي كيحكم، يعني راه اوبليغاتوار اوبليجي ان شاء الله باذن الله عاوتاني ان تكون شي حمامه باقا تالفه ليا في الخلا اولا في شي عروبيه اولا في شي واد اولا في شي بلاصه. لان احنا دوزنا الخوت هذه القضيه هذه وجاتني معلومه، كنذكر كان جاني واحد النهار كنتشد ليا قبل ما يتشد اتصل بيا واحد الاخ وباقي عندي الفيديو ديال الذكر. واش نقلب عليه نصيفطو لكم ولا لا؟ غادي نقلب عليه ان شاء الله، ماشي دابا ما كنوعدكمش الخوت دابا، انما غادي نقلب على الفيديو وغادي نخليه عندي وغادي نلوحو لكم باش تولعوا فيه. هذا واحد السيد كان اتصل بيا، نسيت على المنطقه ديالو، راه قديمه هذا الفيديو هذا قديم، كان اتصل بيا قال لي خويا جمال راني متبعك في القناه وهذا قلق مقلق قلق. قلت له مبروك الله يحفظك خويا العزيز وهادي، قلت ليه شنو واش حب الخاطر وهادي؟ قال لي قال لي راه واحد الحمامه مصبوغه عايشه عندنا هنايا في الدوار، كتشرب من واحد الواد وكتبات في واحد الشجره. هو راه ذكر دفلي محروق كيشرب من الواد قال لي وكيهبط يرعى عندنا في الارض، قال لك يرعى وقال لك وجات واحد الحمامه فيها التليفون في رجلات هي جلست معاه تماك، قال لك وبغى عياو معاه باش يجدوه ما بغاش يتشد لهم، كاع ولاد الدوار كانوا باغيين يشدوه. لذلك واحد النهار قلت لي انا شنو غادير؟ قلت لي غادير صندوق كربه، حطها كربه بحال هكا، قلت لي ديك النشبه اللي كيقولوا لها النشبه، قلت لي ودير لي الدره الحمراء فقط البلديه ديك الدره الحمراء ديال الكبال، قلت لي حطها لي مكمشه هكا باش تبان لي. داكشي اللي كاين، النهار الاول جا كلا، النهار الثالث كلا، النهار الرابع كلا، تصير راه تفضغل. النهار الخامس قلت لي دير لي النشبه وديك الدره الحمراء ديرها تحت النشبه، بقى معاه بقى معاه من هنا ويتورو فيه تورو فيه تتشد شدوه. قلت لي سيري القد والقد بادي ب 49 صفر 49 باقي ناقل 2016 يمكن لو مات 2017، قال لي كاينه عندك الحق، ما علينا صيفطوا لي الذكر. يعني الطريقه كيفاش الذكر كيفاش عاش عندهم، غادي نعاود لكم غادي نكمل لكم. انا الخوت دابا راه بلا ما نزيد نطول عليكم في الهضره بزاف، يلا تحياتي لكم. اما الحميمات غادي يهبطوا. اري انت يا بنتي اللي عييتي، اري بنتي اللي عييتي انت يا. انا الخوت الحميمات هما غادي يهبطوا، جوج ديال الاولاد اللي باقيين ما كيشدوش معاهم ها هما. هذا هو شوف، لا هذا لا ماشي الصغير، هذا هو الصغير، هو جاي مسكين، ها هو الصغير شي ها هو بغى يدخل معاهم. هو هذا كيشطحوهم في السماء، راك عارف حمام كبير كيكون عنده كيكون عنده الرونفورسي كيكون الجناح ديالو قاصحين، هادو الصغيورين كيكونوا مساكن باقي انت الحمد لله. شو الحميمات الخوت اللي بقاو داكشي قليل وبزاف كاع، حنا غنتناوهم يهبطوا كيف لاحظتوا الخوت غادي يضربوا غير داكشي غير بعدا اللي باقي لهم، يعني غادي نقلل لهم الماكله حتى نعرفوا وقتاش غادي يتهز الحمام باذن الله. وان شاء الله عاصمه الانوار غدا ترجع ان شاء الله السنه الجايه باذن الله، وغدا ترجع بقوه باذن الله على ما اظن وهادشي اللي سمعت. ونتمنوا ان هذا الخبر يكون ديال بصح، ان عاصمه الانوار انها ترجع وانها دير لنا 10 دراهم الحمامه، والله يرحم الوالدين له في دار السلام وتحيه ليه. والحمد لله الحمد لله كيف ما كان الحال الحمد لله، تحياتي لكم. يلا الخوت تحياتي لكم، الله يرحم لكم الوالدين والحمد لله والشكر لله. كيف قلنا الخوت باذن الله الحمد لله والشكر لله. الشعيره ما بغوش ياكلوه ليا، ما كاينش المشكله الخوت، يعني ما غاديش نتصرهم، ما بغوش ياكلوه كاع لي ياكلوه. الماء عطيتهم الخوت، خلطت لهم داك اللعيبه ديال الجهاز التنفسي وديال التريكومونوز اللي خلطت لهم، درت لهم غير يطرو ديال الماء لان ما كيبغوش يشربوا ليا الماء بزاف. هذا ما كان. يلا تحياتي لكم، الله يرحم لكم الوالدين، تحيه لخويا عمر وخويا سمير خويا البشير وخويا سمير الاخر، وما نساوش خونا عادل من مدينه الدار البيضاء، وخونا منير من مدينه الدار البيضاء، خونا خالد من الدار البيضاء، خونا اسماعيل والكشكوته ديالو ضياء، والخوت اللي كيبغونا عائله امرح وعائله طه ابتسام يسرى وربيع، وخونا امرح احمد، وكاع الخوت كاملين اللي كنت كنجبدتهم وما
كنعطيهم ديكلاراسيون من دابا، كنعطيهم ديديكاس من دابا ان شاء الله. الحمد لله والشكر لله. الخوت خليكم معايا الى فيديو قادم. حنا راه مولعين، كيف كنقول الخوت راه غامولعين، ما كنصنعوش الصواريخ وما كنتمنوش شي حاجه من هاد الولاعه. هاد الولاعه راه الا جينا نهضروا في الحق راه فيها غير الضياع ديال الفلوس، غير هي كتمتعوا هادشي اللي كاين. بحال غادي كيف كنقولوا بالقصيبه وكنمشيو للبحر وما كنجيبوا والو. وتحيه كيف كنقولوا العاصمه الانوار ان شاء الله هي اللي غتنظم لنا الطاول والطاول الممتاز، بغينا نتولعوا. والفيدراليه الله يهديها الله يسمح ليهم، ضيعوا لينا حمامنا. ما غاديش ننسى اليوم هذا المطلق هذا، لان المطلق كان زوين، الاجواء كانت زوينه. الناس اتصلوا بيا، الناس ديال بوكراء اتصلوا بيا، الناس ديال طنطا الوطيه اتصلوا بيا، الناس ديال قلميم. الجو كان في قلميم غزال 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 غزال. ان هذاك النهار بالضبط بالضبط النهار اللي طلقنا، الجو في اكادير كان واعر. الغد ليه في العشيه تقلبات القاديه ولا الريح. اما ذاك النهار بالضبط يعني لابات الحمام غير في اكادير، كان عليه غادي يخرج، كان كنا غنديكلاريو مزيان. ولكن لسوء الحظ وسوء المعامله الخوت، سوء المعامله راه هي اللي جعلت الحمام انه يضيع. وهذه راه معروفه وحاجه مغروف مفروغ منها، يعني ما نغطيوش الشمس بالغربال كما يقال. يكون الحق في بوك هو اللي دار صافي، لان الساكت عن الحق شيطان اخرس. اللهم ما نسكتش على الحق. راه هذوك الناس ضيعونا، جوعوا لينا حمامنا، عطشوا لينا حمامنا. حنا من هذا المنبر ما غاديش نسبوهم، ما غاديش نقولوا لهم شي هضره خايبه، اللي غادي نقول لهم حسبي الله ونعم الوكيل. حنا بعدا انا بعدا ما نكذبش عليكم، كيف ما كان الحال غادي نسمح لهم، لان الله عز وجل الرسول كيطلبنا بالسماحه والرسول كان كيسامح. حتى انا غادي نسامح لهم، غادي نسامح لهم، وانما شوف الله عز وجل واش غيسامح لهم ولا لا، الله اعلم. لانهم شوف هاد حيت حق هاد الطائر هذا على رقبتهم هما، شوف هما شنو داروا معاه. لانه هنا ما شربوش، قالوا لنا الحمام ما شربوش لينا هنايا، وفاش داو ليها حتى لواحد الوقت وما ينخضوا فيه الكاميو ما خرج حتى ل 11. نبقى نعاود لكم هاد القصه ديما، ما خرج الكاميو من هنا حتى ل 11 ديال الليل. هو سالو قال لك مع الجوج، وتخيل معايا من الجوج الحمام هو في الشمس حاطو كيتشوى كيتكرمل. كنا حطينا غير بيضه كنت تسلقات لينا في ديك الشمس. وتا ل 10 د الليل ولا 11 عاد خارج الكاميو كنتسنى، وقال لك يجي من قنيطره. وبداو كينخضوا فيه من 10 الحمام، واصلا هو مسخسخ مدقوق. ومن 10 هما يخبطوا به حتى ل 11 ونص ديال النهار الغد ليه عاد باش كيوصلوا لطنطان. وتخيلوا معايا وصلوا لطنطان، وتعطيه يشرب وتعطيه ياكل صافي تحبس. راه الحمام ملي كيبغي ياكل الخوت كيبغي يشرب. فاش عطيتوها لي كونفويور نتوما يا اللي كتحسبوا راسكم كونفويور، فاش عطيتوا الحمام كلاو خاصك تعطيه يشرب وشوف واش غيشرب. والله حتى غادي يشرب. وهاد الخطره الكونفويور بدا تعمر الشرابه، راه الماء ما كتشريش، ما كتعطيهمش الماء ديال زمزم اولا الماء ديال حياه النفوس، راه ما كتعطيهم غير الماء عادي، الماء ديال السقايه. حاول تعطيه الماء، شرب شرب. راه عباد الله دابا ولاو كيديروا الخير في القطوط، كتلقى في الزناقي دابا وحده الديوك كتلقى طاسه فيها الماء. علاش كيدير الخير؟ وديك انت الخير اصاحبي، انت غير باغي تديك 1500 درهم وغادي. الله يهديك والله الا الله يهديك. بالاخص انا كنحمل المسؤوليه للكونفويور، هما الاولين رقم واحد، لي كونفويور هما رقم واحد ابار المسؤولين. حيت انا كون مشيت وقال لي وكل شرب، غادي نوكل بطريقتي وغنشرب بطريقتي، غنوكل بطريقتي حيت انا عارف شنو واقع. عارف الحمام ملي كياكل تيبغي يشرب. راكم تكرفسوا علينا وتكرفسوا على بزاف ديال الموالع، كاينين شي وحدين ما قادرينش يهضروا، ما نقولوش كيخافوا كيبغيو يبعدوا من الصداع. الحمد لله حنا ما كاين لا صداع لا والو، لان ملي كطلب بحقك راه ما كاينش المشكل، هذا ما كان. يلا الخوت تحياتي لكم، الله يرحم لكم الوالدين، والى فيديو قادم بحلوى. غنقلب لكم على ذاك الفيديو ديال الحمام اللي كانت تالفه لينا اكثر من 6 شهور، اكثر من 6 شهور وهي كتاكل. وغادي نعاود لكم القصه الكامله ديال داك الدكر، لان داك الدكر وقع لي نفس الديكور اكثر من 6 شهور وهو تالف. في الاخر كيجي رجع، والمره الثانيه الخوت رجع عرفتي كله شهب، وباقي عندي الفيديو ديالو الله اعلم، كله شهب ما فيه ما يتشاب. فاش رجع خليته حتى العام الجاي بدل وصفه وهذا، ولا دخلت لعبت به، وصلته بعد لطنطان ولا الله اعلم اش من منطقه شويه بعيده وصلته ليا، ويدير لي نفس الديكور ويدوز للبلاصه اللي كان ولف فيها. تماك فين عيط لي داك السيد الله يرحم ليه الوالدين، قال لي هاد الذكر هذا راه ديجا داز عندنا العام اللي فات. قال لي شي 6 شهور هو عندنا هنا، قال لي ما حتى واحد ما قد يشدو. قال لي كاع الدراري ديال الدوار كيحاولوا معاه باش يشدوه، ما بغاش يتشد ليهم. قال لي بقى حتى غبر ما عرفناش فين مشى. قلت لي لا راه ديك الساعه راه رجع ليا، وقال لي ها هو راه دابا عاوتاني هو جا دابا. قال لي راه اكثر من اسبوع هو عندنا هنا. قال لي كاين واحد الواد وراه ليا، قال لي الواد راه هو كيشرب منه، وقال لي كيبات في ديك الشجره. قال لي طلعنا لي بالليل الشجره باش نشدو كيطير بالليل. قال لك والو والو، ولكن عطيته الطريقه باش يشدو ويشدو.
يلا الله يرحم لكم الوالدين. راسي ضرني والى فيديو قادم بحول الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في التصويره معنا لاله فاطمه الزهراء، الله يتنور عليكم. كتضحك انها تضحك. يا انا الخوت، ها هي مسكينه فاطمه الزهراء هي اللي شاده معنا. ها هي تحيه ليكم الخوت كامل. يلا الله يرحم الوالدين. شكرا على المشاهده، ولا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناه.